العالي وين؟ شباب بوزع عليكم بشوت. الله ما شاء الله. اللي عندنا يا شباب اللي عندنا تجربة. أبي منكم طلب واحد. طلب واحد. أبي كل واحد يأخذ له قماش ويغمم عيونه. كلنا الحين واحد ولا واحد؟ لا كل واحد يجي ياخذ. واحد تعال يا سيار. بعد من بقى؟ عيال اصفط هذا زين ووقف. الحب هو هذا. ايه شباب قفلها من هنا. ايه ترى ما عليها جوائز. لا حد يسوي نفسه ذكي. الله من جوائز. لعبنا لعبه هذه. ايه غميضه هذه حقت سياف. تحت الحين نطيا الحين. اي بس بعلمكم الطاوله. كل واحد كل واحد يغمم عيونه. انا بساعدك يا ابو هادي. يلا وصلت. ها لا لا بتبدون من هنا. بتبدون من هنا لازم بالريح. خلكم واقفين. خلكم واقفين. طيب بروح مكان ولا واقفين؟ بعلمكم. قممتوا؟ ابي الموضوع تحدي. ابي كل واحد يقول اسم لوكيشن وينطلق له. انا العريش. كل واحد يقول عادي مو بلازم بالاسبقيه. انا بروح للمجبب. احمد المجبب. خالد العريش. انا بسام. شباب خالد انا بسال. بروح للمسبح. انا بروح للعريش. العريش انا بروح لعندك بشروم. بشروم كل اثنين سوا عشان ناصر. انت يا انا بروح لاخر. خلاص كل واحد يمسك خويه. يا خويه تعال مشعل. قاموا عيونك. وقف نواف. شباب وقفوا. لا نواف ولد لا تطيح. خلنا نمشي. نواف أنا امسك يد احمد. خالد تعال. انا ماسك سلطان. ابو هادي ها. وين لين نطلع مع الباب؟ لا لين نطلع مع الباب؟ لا بنروح مع الباب. لا انا بطلعكم مع الباب. تعال بس امسك. وقفوا شباب وقوف الان. لا ما تقدر لحالك. انا كل واحد معه واحد. اخذ اثنين. ما نطلع كلنا سوا. البس صلوا على النبي. انا بعديكم مراحل الخطر. انا عليك اسمع. انا بعديكم مراحل الخطر. شباب نواف. انا نواف. انا بعديكم مراحل الخطر. طيب حلو. كل حلو. عبد الله هذا من انا والشهراني سوا. طيب انا تعال يا امسك طيب ما حب وقت. انا وشهيب راح نمشي. طيب صلوا على النبي. امسك معك شهيب. وين شهيب؟ شهيب امسك قوي. نواف امسك واحد. نواف امسك واحد. يا رب ما قلت لكم تحركوا. والله يطول عماركم يا الربع. اي ارتاحوا. يلا لا حد يطيح. لا تطيحون. ارتاحوا. كل واحد يمسك واحد. فكه. خلاص احمد فكه. نمشي بهادي. امسك. لا اصبر. كل واحد يثبت في مكانه. خالد الدوسري امسك. سعد معك. ارجع خالد الدوسري. سعد ها ننطلق. يا شباب اذا قلت لك انطلق انت وياه. ابو هادي بروح لك. طيب صلوا على النبي. كيفكم اختاروا اللوكيشنات اللي تبون؟ طيب دقيقه عرفتوا الهدف؟ كل واحد يصل لوكيشن. بس في درجات قدامكم. انا بعدكم اياها. كل واحد يمسك خويه. نبدا كل واحد. ايه بس خلف فيه عتبه قدامك. فيه عتبه. هذا الباب وعتبه. لا يدك هذا اللي معك. انا معي احمد. تعال يا مشعل تعال. ماسك يدي. اصبر يا احمد. عتبه يا احمد. عتبه. لا في قدامكم. انتبهوا لا تطيحون. ترى في عتب. اطلع منه احمد. وقف شوي حق مشعل. وديك بسم عليك. عليك. انتبهوا العتب قد فيه. عتبه كبيره قدام. يلا يلا اربعه مع بعض. يلا بسرعه تعالوا. امشوا يا ولد. امشوا احمد. وين تبغى نروح؟ انا مسكين حماد. يلا قدامنا ولد. امشي سلطان. احنا سبقناك. عبد الله الشهراني مد رجلك قدام وصق علي قدامي. يا الله يا رب. العريش قربنا منه. امسك الارض. امسك الارض. لا تحرمني. يا الله امسك الارض. يدك طايح. انا امشي بعيوني واطيح. تبغاني وينك؟ ها ها ها. جي اصبر. هذا السجاد. اصبر. اجل علي. امسك قدام. امسك قدام. انت وين؟ اسمعني. اسمع. العريش عندنا شق هديه. هي شينها خصم. صح ماشي. انتبه. هي هذيك دايريه. اي وصلنا بس لا تفك. انتظر لين يجوا الشباب. امسك. الا مزروع صح؟
ها؟ انتبهوا منها. ارجع عندي ماني. يمين يمين احمد يمين. يمين. اعتبها احمد. يلا انتبهوا من العتب انتبهوا. ها هذاك شرط باب الدار. دقيقة. دقيقة لف يسار. امشي يا رجال. اصبر شوي شوي. قدامنا فياض صح؟ طيب اصبر شوي شوي لا تمشي بسرعة. اسمع صوت المسبح. ها؟ اسمع صوت المسبح. اي باب يسار. اصبر اصبر خليني اربط. وين نروح؟ يلا امشي امشي. هات يدك. يو. مساكن اياه. يسار سيدة صح؟ سيدة سيدة يسار شوي شاخي قدام العمود. ايوه الحين احنا بالخط الحين تبينا نروح لعند البوابة. لوكيشن الاخير في صوت يا رجل اسمعه. ايه اسعف يا عيال ايش الدنيا كذا ظلام. بحاول اشوف. يلا يا ابو هادي ابو هادي امشي نجلس مغمضين في اللوكيشن. يلا يلا يلا, يلا. سوالف ناس ما يشوفون فهمت. ناقول انتبه 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 عبد الله ايش طحت فيه. ما ادري نظف. ها ايش هذه صبت يا شري سيل. احنا وين اصبر خذ يمين 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 انتبه عبد الله تكفى. يا ليل احنا غلط نمشي غلط. لا تكفى انا خابر فيه لوحه 361 مال النص فقها حقت فياض. نروح لا ايه صح راح نروح حقت فياض حقت فياض. بس انت كنك تميل تروح يسار احمد شوي. راجعك يا تعال تضيع. احمد نجس نجس. ها نجس هنا وينك وين رحت؟ لا تبدش انا هلك اجرب اجرب وصلنا. ايش 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 دقيقه دقيقه ايش احني وين يمين انت وينك دورك يا ولد. كيف نريد؟ دقيقة انت تقهوى؟ لا لا دقيقة بتعدى انا بروح زاويتي اللي تفكير فيها. يا ولد ود الله يا ولد دخت يا سبحان الله. هذه وش حق اي وش اللي جنب العريش ولا حق الشمال؟ يلا لا لا هنا اغتر. اي ابى مركها كان معي نظارة. وين هي تكفى؟ ود الله ود الله ود الله ود الله اللي انت ترى وش هو؟ احنا جانا واحد ذمن. انا اخويك يا عبد الله يكبر نعمة الله. امشي هنا امشي هنا يا وقع وين هنا. اي امشي كذا ايوه. وش مرتفع هذا العريس؟ وش ذا العريس؟ العريس هذا العريس. تعال خلاص العريس كبه 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 هني 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 هني. تعال من يخبك يا اخوي. احنا من بدايه العريس يا ولد. كيف شفت يا غبي؟ بدايته بدايته. اي والله انتظر. اي طيب خلاص امشي 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 شوف شوف في صبه. ايوه اصبر اصبر. ايوه هذا حده. وين حده؟ حده حده هني هني هني. اوه اي وصلنا وصلنا وصلنا. شوف 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 هذا حده. ها ايه. ايوه امشي الحين قدام. ايه. على دويبه. ايوه على دويبك على دويبك. ايوه دويبك على دويبك. الحين الرصيف قدام اتوقع. وينه؟ قدام. يوز ما تحس الرصيف طول. ما عليك. اوه يا يمه انا ولدك يا ابوي ايش جابي هنا. ايوه خلاص امشي على ما انت عليه. ايوه خليك سيدي سيدي انت برصيف لا تضرب رجلك على خفيف. لا ما عليك الحين تقلنا وزننا الامور. ها اي توازننا الحين. شوف بيقابلنا مطر. الله يا قلبي يا لا اله الا الله. انت ترى في خزان مفتوح. لا يحمي تكبيضه. لا 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 حماد لازم نفك عيوننا. حماد قاعد تشوف خزان. اصبر قاعد تتخيل خزان. شفته يوم كان مفتوح. يا ويلي لا اله الا الله. يمه تعيري يمه وصاتي يمه كل شيء لش كل حاجه لش يمه. ما ابغى شيء من الحياه. تبغى شيء انت؟ لا والله ما ابي شيء. ابي فلوس اقدر اراهنك وين تحط. ما ابي شيء ابي الستر. ما معك 10 ريال؟ شوي 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 شوي. خليك يسار خليك يسار. وين نروح يسار؟ خليك على سيدي سيدي سيدي. لا سيدي يا ولد الباب نفس ما الباب. اي عادي ما عليك من حسب المطب. في مطب قدامنا نخبر. اي سلطان هنا.
سلطان وينه؟ شوفنا سلطان. ها؟ شوفنا. كيف اشوفك انت غبي؟ حسو يعني ما عندك اخوان؟ ما عندي اخوان. انا اخوك يا سعد. انا اخوك. انا اخوك يا سعد. الو الو خلاص واقع. وين؟ خود انا ما ادري فين انا فين. احنا قريبي. انا في شاليه شو اسمه؟ ايش رايك؟ افك النظارة واسوي يوم مقلب. نزل نص عين. لا لا خلاص صار الطرد تكبر. خلنا ننجح الفكرة. نجلس. نجلس؟ اجلس 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 اجلس. لا اله الا الله. اي والله يوم كنت انا شباب يا سعد وانت يوم كنت شباب. ايه راح زماننا راح. كنت ترمي الارنب من بعيد من 10 كيلو. كنت اقنص اللوحه اللي تبعد 3 كيلو اقنصها. ما شاء الله ما شاء الله. الحين الله الحمد لله على نعمه النظر. الحمد لله الحمد لله. تخيل لو جنبنا عقارب ذا الحين وحيايا. لا اله الا الله. والله العظيم تخيل لو جنبنا عقارب وحيايا وحنا ما ندري. اخو محمد يا ركبتي. اخو محمد يا ركبتي. هديون. اوه وش ذا العقرب؟ لا تكفى يا خال. والله اني افكر اصلا. تخيل الحين يجيك واحد قلبه اسود ما يخاف الله يجي يطقطق عليك رشك كمه. وين انت فين؟ والله ما اقدر. اشوف قلب راسك. قلب راسك. الو 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 احمد الرحيم. وين انا طقيت رجلي يا عيال؟ جلستوا كلكم؟ صلت آه رجلي. جلستوا هات شدح وخنهرج. لا عبد الله خلاص عارف مسحك. عبد الله ما شاء الله له هو بعد شوي بيصير ممتاز. بعد شوي بيصير ممتاز. يا تشعب يا ورع. دور دور. لا اله الا الله. دور دور. بكم الزوال. تقدر تصبر انت تقدر البس تقدر تقول اي شيء. ليه؟ وانت فوق زين بصر. عطى عطنا القهوه. لا اله الا الله. يرجع. ما قدرت. اللهم اني اعوذ بك من الزوال. عطنا القهوه. حماد إيه لمتى يا حماد؟ وينك؟ دخلني يريد يجيب ماء ويرشنا ويقلبنا. حمادة خلاص خلو بيسوي خلاص يا أخي خشمي. ولد ولد من انت؟ يا غالي احنا ما احنا في حلاق عشان ما يمديك تحك خشمتها. ليه في حلاق كثير؟ اي يقول لا تطلع نفسك من الشيء يا نهافي بسام يشوف واحد ابني منو ذي؟ اوه ورع من امشي؟ يا والله ماشي. اخو محمد سود الله وجه العدل. هذا من رجلي رجلي ركبت ركبت ركبة الجيش. لا ركبة الجيش. دقيقة دقيقة والله اني عرفت ذا. اوه يدي تكفى. دقيقة شوف مشعل. دقيقة من انت؟ ها؟ خليني اعس ظهره اشوف. انت من؟ انا بخليه يعترف انا اعرف طريقة. انت من؟ انت من؟ تكفى. اتبقى وجهي يا كابتن. اخر اتبقى وجهي. اتبقى وجهي. عندك بويتات؟ عندي بويتات. والله عندي. لا لا مش على لابس ثوب ولا بدله. تكفى والله ما اعلم. ابى اعرف ضروسه. انا الشعر شوي. انا اعرف ضروسه. ضروسه ضروسه فين ضروسه؟ اي دي 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 اي دي دي املي مسكيدي. هذا بسام. لا بسام والله بسام. قول كيف عرفت؟ بسام كان يشمت ريحه تو راي ما نريت. هذا اعطاها نشقك كذا. والله انا بشوف. ابغى اشوف. ابغى يصيح شليب. اشوف والله انا ظني شليب شكله مسكر. لا 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 والله ركبت ركبتي. والله ركبتي. شوف شوف ركبتي. ابو طق طق والله صدق. اشوف مسكر شليبك شليب. وين انت؟ تعال تعال. احنا وين؟ انتم وين جالسين؟ ما ادري بس انت به سعد وين جالسين؟ ما دريت. انت في الخزان. انت في الخزان ما ادري وين ترى. انتم وين جالسين؟ يضربكم بعصا. من هذا؟ امشي مع عصا هج. جيت مع عصا هج. دقيقه دقيقه. اقتضيت لك. ايش رايك فيه؟ كفو يا اخوان. اللي يدور سليب وين؟ ودي انك تسوقها بالعصا بعد. بالله خلينا نمشي. تكفى خلينا نمشي. يلا يلا. من حدي انا حدي حدي هذه واحده. طيب وين الثانيه؟ تقول عبد الله وراني خبر اتقنه. والله انا وجهي يا رجل انا انسدحت. انت تحسب انها يدي صح صادق يمكن جالس كانت يدي تحت. انا انسدحت صفقت وجهي. يا ربي دق. وينك انت؟ تعال انسدح. عيال احمد عيال.
احمد انا بحاول اكشف سوي سوى حبتين احمد اطيح علينا يرحم والديك لا اقصد احمد حقنا اللي انتم خبيرين اللي صوت وش دراك حمام علمتني كاشف عيونك يا كلب اشوف من تحت يا عيال قربنا من لوكيشن السلطان ايش تبون عندنا خلنا ناخذ صوره يا كيف تسوي معك انت والله ما يشمك تاك 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 يدربي راسي يا عيال اللي بيجينا يمشي لا 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 الله يقلعك والله جنب جنب الله يقلعك انا خاب انت يا عيال ترى تجيبونا ولدي منو منو حمد حماد اخلص حماد سلامات من هو ذا لا تخلص يا عيال يا عيال كذا ما واحد قاعد يصفقنا من هو ذا ما ادري من هو يا عيال حماد احط لكم تحدي خلاص ابت الله لا يوفقك انا يا خبر يا خبر ليه طلع يقعد يضرب هذا طلع على فايده اللي قاعد يصفقنا والله يعني بقول اسكت على اني بغزينه الواحد يسوي مساج الله يهدي والله وين لا الله يهدي وين والله وجهه يسوي مساج ما ادري وين مزيان انا شوته يا حليل يا الله اي ركبتي يا عيني عيني يا عيني ركبتني هذه رجل مندي بالله وجهه ما شاء الله ديناصور دي اعرفه بعد الفقره لا مو بتسوي حركات منو ذا يا عيال الله يرحم امك يا عيال يا ولد في واحد فوق احس في واحد فوق يا ولد اي انا نفسك ولد في رجل لا يا اخوي بدا لا تكبر يا عيال يا اخي صاحب متعدي يا عيال والله اللي كشف عيونه يغممها خلاص سامدين والله فكونا بعض الحركات ترى تجيب اصابه ولا تجيب مشكله بس كيف طالع يا عيال والله في واحد في واحد خنزها حماده وينه ابطا يا اخو سمدت انا جاني حلاق ايش فيهم قلبوا زوره كلهم انا ادري عنهم هذا اللي يسوي مشكله اي والله تكفى سوي لي حتى انا اللي تسوي له تكفى اي والله يا عيال يا عيال ترى تجيبوا العيد يا عيال اللي هذا الحين ما جلس في لوكيشن يجلس لو على الرصيف لا تهب كلهم جو عندنا كلهم طاقنا كلهم اما عيال كم رقمكم تكلموا عن اللوكيشن ذا انا عبد الله الشهراني كم صار فيه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انا ذرنا كلهم عاد تشوف قوم غير قوم غير قوم وين اغير اطيح خزان يا وين جانا مشعل النزي عند بويتات لا مشعل عندك بويتات خلاص يا عيال اتحداكم تحدي اللي يروح يدري في الدره انتوا جابكم كلكم ايش جابكم انتوا ايش جابكم يا رجال يلا عبد الله انت تراعي عبد الله شاي ما في لا انا وانت بس يا غبي قلنا في ناس في البيت الشعر وبيقولنا ناس في العريش لما ايش اسمهم احنا حددنا احنا جلسنا اثنين فجاه انا ضاحي من زمان هنا انا وريان والله حددنا احنا يا عيال فكونا من المزوح ذا من الله احمد الحي لا لا احمد الحي يرحم امك من على شرك اقلع الله ابليسك وق وق لا 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 من هو ذا ما ادري هو قلب زورو يا عيال اجي خلنا والله انا احب احد يمي يا عيال اطلبكم طلبه لا حد يجينا يصقعنا لا قرد ورانا غمضوا كلكم الو اقسم بالله وجهي انا خوي هقع وجهي خوي اللي معي من يوم امشي انا وياه دخل اصابع في خشمه ودخل اصابع في عيني يلا يجي واحد يمد هذا من هو هذا كابي نطاح والله اني ما اشوف بس صرت ارفع انا وانت الصادقي تعال 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 الله يا قلعك وينك تعال وينك تعال انا وانت الصادقي يا عيال في واحد وراي والله ايش قاعد يبكي يا رجال من ذا ايدك يا عيال في واحد وراي يصقعني ها يا ابو سلطان سلطان يا عيال عيال الله من شركم لا تخربون علينا اخوينا عنده لعبه ما ادري ايش عنده خلينا نشوف ايش بس كان اخو علي من ذا يا رجال يا عصا من واحد يعطينا اسمه سعد خلاص خلاص سعد الله جاء الكريه سعد من قلبكم ما بكتب الرجال لبده تحدى عرفت قال يدوم من دخل اسلم العلم اح اح ها نفك من هو يا ولد هذا من هو هذا لا سمعت طيحت شلهي سمعت طيحه اخوفنا عبد الله جاك شيء عبد الله على كيفك انت تعامل معه صادق والله شيله يا عيال طاح صدق انت تابع يا عيال انت تابع حبيبي وين انت تابع هذا من ذا مو عتيبي ايه اشوف خشمك ولا بيبي انه حمار طول يا عيال خلوكم غمضين دقايق وين بتروح في واحد لا لا
سلطان ها مغمض عيونك؟ لا لا اي خلوك مغمضين دقائق شلون؟ ما له دعا خير يا مال الخير لا رشد الدم بس بسيط طاح بالعلامة ايش تحكي ايش تحكي انكسر اطفري و غسل غسل يدك تعال عبد الله حماد هي طقني بحقيقة بالمبادرة ركبتك جاها شيء صب عليها مبادرة صب عليها مبادرة لا ما في شيء ما في شيء انا كنت ادلك انا اشهد انا كنت ادلك سوي ذاك ضربني على طول راح اركض كيف ما تشوف تضرب تحت تركض كيف تقهر لا راجل صب عليه ما بارد راح مليونه نواف غمض غير موقعنا غير موقعنا الا ضلعين الغراب ذاك المن اللي طايح هناك شو عوث بلسيه من جاء عيال ايه جبنا معك ما يا ولد يا شلهيب ايه مويه مويه عدنا غير مكاننا مغمضين ايه يلا هي مغمضين مغمضين قم 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 هات ايدك يلا قم هات ايدك يلا لا هات ايدك وين خلاص شلتك غلط ذحين ها دقيقه خليني اغمض يا اخي في طفل هنا انا مغمض صدق نذرني مغمض صدق ها دقيقه خليني اغمض ها غمضت انا وين تبين نروح طيب يمين لا تروح يسار عندي النزله بس واحد اي ترى انا اسمع لا تطرحني 361 هي طايحه اسمع ترى انا قبل كنت صدق اشوف على خيي الحين ما عاد اشوف صدق انا ما اشوف هذه المطب حقنا لا يحكم يا عيال في احد حولنا يعلمنا تدري شنو نبى الجلسه هم كنبات ولا العريش يلا حبيبي شو جالس لحالك ولا ليوان ولا تبى الكنب اليمين تحت ذاك حقنا السمع علينا الهواء قم 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 ما بخالف بيننا ان شاء الله انا اخوك وانا عصاك اللي ما تعصاك انا عصاك صح اللي ما اشوف احمد مو بخاين احمد مثلك ما دل الطريق تركني ترك يدي وراح لا لا ما عليك هذه يدي كنا نعين بعض بالطريق هذه يدي في يدك وانا اخوك صح احنا ما نشوف واللي بيحصل اللي بيحصل لك ابد الله يجزاك خير ابد ابد اكيد يعني ما راح توهقني لا والله بس خلينا نطلع يمين نطلع يمين لان قبل دقيقه ايه عرفت الجلسه اليمين انا اقول ننطي في خزان اليمين ابو كهرب يا ولد زريد يمين يمين انا وين؟ لا في خزان في بلوك فكري منه يمين لا يمين تكفى يا عبد الله في كهرباء مش انا حتى انا حافي انا ما عاد اشوف يمين يمين دقيقة يمين او في نخل دقيقة انا بحاول اشوف اوه 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 ازعاج ازعاج اوه خلص تعال ادخل قبله ادخل قبله عرسي قدامنا ارفع ريدك يا شباب ها الله يعطيكم العافية يعافيك فكوا غماماتكم تعالوا كلكم واعتذر عن اللي انصاب ايش فكوا غماماتكم ايوه وتعالوا كلكم فكوا غماماتكم تعالوا يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال صف مع ابو حمد ايه هي يوه انا عبد الله اللي استدمناها ذي والله ان وقتك صح سعد يلا والله اللي سلم الشليهي من 361 لا إله إلا الله الله يعينهم الله يعينهم فعلا الله يعين اللي ما يشوف اظنتك كذا لفيت ظهره وعطيت ورقه واصدم الشعر قسم بالله شوف دم العافيه اخ نور يا الضيافه الفخمه سلطان تعال شوف السلام عليكم الله الله كيف الحال ما شاء الله سلام عليكم ورحمه الله سلام ابو فهد يعطيك الف عافيه حمد المري فهد المري ولد عمي هذا جانب راح تلقى السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله أرحب أرحب فهد المري سبعين نعم يا مرحبا ترحيب كيف الحال ما شاء الله ما شاء الله والله أن كنت متوقع أنها بتكون كذا أقسم بالله مصدق يا حمد أنت مبدع يا أبو هاد مبدع يا أبو هاد يا حمد مركات بيس دفنشي وشنو كارتير وين باقي الشباب وين باقي الشباب شباب راح يتأخر وقولي من الحلقة خالد الدوسري فهد المري
حبيبي الله يحييه فهد المهدي ونعم يا هلا ومرحبا يلا حيه يا هلا مرحبا طيب فهد المري ونعم يلا حيه يا مرحبا كيف الحال فهد المري كيف الحال مالك زود يديك مرحبا مسهل الله يعافيك طيب ساك طيب ابقى الله حيه مرحبا مسهل فهد المري يلا حيه كيف الحال طيب الله يمسيكم بالخير جميع حياكم الله اليوم ايش رايكم اول شيء في التحدي الحلو ذا دم شوف بشكل غير طبيعي اكتشفتوا وش صار بدون النظر بس تهاوش هنا زرينا نوصل صح ولا صدم الشعار طاح شوف يعين الله من يذكركم فيه ذا المواقف اللي مرتوا فيها الليلة من تذكرون العظيم كفيهم اللي ما يشوفون الكفيف الكثيف نعم الأكفاء مبادرة الليلة هي أول مبادرة واتشرف أني أنا أقدم عن الكثيف يا سلام واتشرف بوجود أخوي فهد أخوي فهد والد لطفلين كفيفين والله ونعم أطفال هادين يا زينهم ليت إجابهم معه بنتكلم أول شيء عن العمى اللي هو الكثيف وش معنى كثيف هي عدم إدراك الشيء بحاسة النظر هذا المصطلح العلمي إنك ما تدرك تدرك الأشياء بكل شيء إلا بحاسة النظر وحاسة النظر نعمة علينا كلنا فقدها من فقدها والله عاضها بغيرها أخوي فهد جبته اليوم عشان يتكلم عن تجربته مع الكثيف استرح فهد أولا ولادة الكثيف من يوم يولد الكثيف وأغلب الأطفال الكثيفين يكون عندهم مشاكل مشاكل نفسية من الضغوطات يولد لا يرى شيء فهذه مشكلة فدائما الكثيف هو اللي يتعرض للاكتئاب والقلق أكثر من المبصرين بمئات المرات نكمل أول شيء أعطيكم الكثيف الكثيف في معناه عادتكم الطبي العلماء اجتمعوا على أن الكثيف هو اللي ما يدرك اللي حوله أو عنده قصور في النظر سواء عصبي أو عضوي يمنع أنه يرى الكثيف فيه إلى منعدم البصر وفيه الكثيف اللي بالدرجات عنده الدرجات يعني مثلا الكثيف اللي يشوف النور في كثيف يدرك مكان النور غيره فالولد الكثيف إذا ولد يصبح عنده مشاكل تتحملها الأسرة ما يشوف يشتكي أنا ما أشوف ليه الناس اللي حولي يشوفون أنا ما أشوف مع الأيام بعد تدخل الوالدين تدخل الأسرة وكذلك في المدارس يتغير الشيء ذا سواء إيجابي أو سلبي التغير الإيجابي في دينا وفي دين المعلمين وغيرهم التغير الإيجابي يدلونه على صناعة نفسه يعيشونه الواقع أنه شخص طبيعي التغير السلبي اللي يجبرونه على الانزواء اللي ما يعاملونه معاملة شخص الكثيف كأنه ناقص هذا اللي يسبب لهم المشاكل النفسية هذه يتصف التلاميذ المكفوفين بخصائص معينة تميزهم عن المبصرين وتوجد فروق جوهرية بين التلاميذ المكفوفين والتلاميذ المبصرين في حدة الحواس والقدرات العقلية حواس الكثيف تفرق عنا جدا وبعلمكم ليش حاسة اللمس تلعب دورا كبيرا في حياة الكثيف التلمس عنده حاسة قوية في اللمس ما هي موجودة عندنا احنا كمبصرين السمع سمعهم اقوى منا لذلك يبدعون في الحفظ وفي استماع الاصوات لانهم يحتاجونه انت الان اذا رحت مكان معين تبي تدله مثل اللي قبل شويه رحتوا اللوكيشنات على اللمس هو يستخدم اربع حواس او ثلاث او اربع اللي غير النظر حواسنا الاربع اللي غير النظر يستخدمها
يعتمد عليها اعتماد كلي لأنه ما يشوف، يعتمد على اللمس، يعتمد على السمع، على الشم، لين يدل مكانه. تصير عندهم مشاكل في نفسية غير الأولية، بينهم يستخدمون جميع حواسهم عشان يوصلون للمكان الفلاني. أنا بروح اللوكيشن كم يبي لي أستخدم الشم وأستخدم السمع وأستخدم اللمس، حن بس نحتاج النظر. فالخصائص الحركية عنده تتسم حركته بكثير من الحذر واليقظة حتى لا يصطدم بعقبات أو يقع على الأرض. من الخصائص المميزة ما يعرف بالسلوك الحركي النمطي. من ميزة الكفيف أنه يقيس لك المسافة بالمدة، يعرف كم يبيله على ما يوصل لوكيشن. إيه خلاص، تخيل أنت بيك تحفظ مكان كل شيء، تحفظ مكان الباب متى بطلع منه. الكفيف ما يشوف، هو تلقاه إذا قرب من الباب سوى كذا. إذا طول عن وقت يعني يعرف إيه العتبة، يدري وين مكانها، يميز، عنده تمييز مو موجود عندنا. حن كيف نتعامل معهم؟ طيب حن نتعامل معهم انك تتحدث معه بنبرة صوت عادية، هذا اهم شيء في التعامل مع الكفيف سواء تعرفه او ما تعرفه، لان يشتكون دائما من رفع الصوت، يتكلم كأنه ما يسمع، هو يسمع وهو يعني في حالات قلق تمر عليه في حياته كلها، فلا تكون انت ضدها. إذا جيت تتكلم معه مثلا تلمسه عشان يعرف أن الكلام موجه له، كتنبيه، تنبيه، أو تعطيه مثلا فنجال تمسك يده. التحدث معه بطريقة إيجابية وترك التذمر وذكر مشاكل وغيرها. لا تتعامل معه بباب الشغفقة، أنت مسكين ولا غيره، هو إنسان الله أخذ منه مجرد ميزة حاسة من خمس حواس، عنده أربع حواس غيرها مو بناقص. عند الجلوس مع الكفيف في مكان عام أو مكان خاص يحبون توصف لهم وش اللي حولهم. الله ضروري إيه تتكلم عن اللي حولك، تعيشه معك، لأن الخيال عندهم أكبر من خيالنا جدا. هم جالسين الآن يتخيلون أشكالنا، يرسمون أشكالنا في مخيلاتهم، ما يعرفونها. مقابلة اليتيم في الأماكن العامة ولا غيرها من المهم، والحمد لله هي عندنا كلنا، نحب نساعد من باب الأخوة، من باب ديننا، من باب تربيتنا، لأنهم يحتاجون احتياجات كبيرة. المهم في الموضوع، واللي أكبر من الكفيف والأكبر من العمى، نحن نقول كفيف، الكفيف إنه ما يرى بعينه لكن يرى بقلبه. العمى مو بعمل عين، العمى عمل بصيرة. صحيح، عمل بصيرة. وش البصيرة؟ هي الفارق الحقيقي الذي لا يمتلكه إلا المتميز، ولها معاني وتعابير كثيرة، منها أن تنظر للأشياء من خلال نظر قلبك وتدركها بعقلك وقلبك بدون النظر بالعين. تتخيل أشياء، وحنا قد مرت علينا نتخيل أشياء ما شفناها، صح، مثل تخيلاتنا للجنة وغيرها، هم يتخيلون. قلوب ناظرة وعقول نيرة وعدم اتضاح الرؤية للحق، ما يصيب البصر من العمى والغبش وعدم اتضاح. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. كان لنا تجارب في تاريخ، كان لنا تجارب في تاريخ، في تاريخنا حن كلنا مع الكفيفين، كان موجودين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، كفيف ومن كبراء علماء السنة في عصره، طه حسين عميد الأدب العربي، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة الآن، أبو العلاء المعري شاعر الحكمة، لويس برايل اللي اخترع القراءة بالثقوب، كانت من لويس برايل. الآن الكفيف يقدر يقرأ أي كتاب، يحول له إلى برايل يقرأه زي مثل ما تقرأه أنت. أشرف روغان أرماغان رسام تركي، رسام أعمى ورسام ما منعه. الآن بنتكلم عن أهله، أسرة الكفيف اللي هي بداية انطلاقته أو بداية نهايته. أخوي فهد، والد لطفلين جميلين، ونعم والله
سالم ومحمد. يرحم والديك. ابو سالم بك. اول شيء تكلمنا عن بدايه استقبالك لخبر ان ابنك الاول وابنك الثاني كفيف. كاول طفل مايك شغال. ايوه. كاول فرحه. ما اقول لك اني ما انصدمت او اني ما حزنت، لا انصدمت، انتباني حزن. فكرت في مستقبلهم شلون بيواجهون المجتمع، لكن بعد لحظه من الخبر الحمد لله ايماني بالله قوي و ما نعترض على قدره الله. وعشت الحمد لله رب العالمين، وقلت يمكن هذا خير لي ولهم ان شاء الله. نعم نعم. وجاك الولد الثاني. نعم نفس ال نفس المشكله. سؤال، هل هي وراثه ولا من اول ما ولده ولا انها جاتهم بعدين؟ لا فتره من ولادتهم. من بدايه الولاده. هل احد من اجدادهم او اعمامهم جايه؟ في العائله ووراثه هي. طيب اخوي انا ايام المدرسه رحنا رحله الجمعية مدرسة مكفوفين، ما شاء الله عندهم ميزة اللي هي الحفظ. صحيح. ولو تعطي أي آية من القرآن الكريم أعطك إياها على طول. صحيح. لأن كان عندهم قرآن مخصص اللي هو من نفس الدبابيس البرايل أتوقع اسمه كذا البرايل. هل كلهم يحفظون يعني وقوة؟ شوف بداية البرايل صعبة شوي عليهم، يعني مرحلة أول وثاني تكون صعبة، بس مع الوقت تسهل عليهم. ماشي. أنا عندي سؤال بسيط. تفضل. اول شيء الله يحييك، عندنا نورتنا وسعدتنا وهنيئا لك بالاجر على قولتهم. الله يجزاك. ابي اعرف هل الابناء توأم؟ يعني هل هم؟ لا. وبينهم فارق كبير اعمارهم؟ سنتين تقريبا او سنه ونص. الله يصلحهم يا رب، يرزق برهم ان شاء الله. الله يجزاك خير. طيب اسلم يا حماده. تفضل. مشعل عنده سؤال. اسال يا مشعل. تفضل يا مشعل. اول شيء مرحبا ويلا حي. شرفتنا ونستنا يعلم الله. الشرف لي. الله يسلمك ويطول عمرك. الله يحفظهم لك. يا رب يطول عمرك واجر لك، ويعني يعلم الله كلامك يوم ان انت تقول هذا الشيء. انا جالس اتخيله وش كثر انت مثال راح تكون يحتذى فيه. الشيء اللي بقوله يا ليت تتكلم لنا يعني بس عن اطفالك الله يحفظهم، كيف عاشوا يعني كم صار لهم الان، كم اعمارهم بالضبط؟ سالم 10 سنوات تقريبا. ما شاء الله. نبي بس محمد الفتره هذه 7 أو 8 سنوات. صح. يعني يوم من يطلعون مثلا او طريقه دراستهم كيف تكون بهذه الاشياء؟ أبشر. ودنا نعرف. أبشر. اكثر. ابشر. ترى من مميزات الكفيف الحفظ. نعم صحيح. الحفظ عنده شيء لا يوصف. تفضل ابو عبد الله. اول شيء مرحبا بك، ترحيب المطار. ويبقى الله يرحمك. الله يبيض وجهك يا ابو هادي على هالمبادره. انا متاكد اني مجهز اسئله عن حياتهم. انا بس بتكلم في جزئيه بسيطه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى الحديث: من فقد حبيبتيه ثم صبر عوضهم الله بالجنه، ويقصد العينين. فهذا يعني تعويض كبير لهم. نعم. الله عوضهم بعد في حواسهم في الدنيا، والحمد لله على ما قدر. أنا متأكد أنهم يعيشون بتعايش أفضل منا. بس سؤالي كتعامل معهم، وش الشيء يعني بحال يمكن تشوفهم في السوق أخاف أني أجيه وأقول تعال بساعدك ويزعل بعضهم يمكن يتحسس، وش الشيء اللي يتحسس منه الكفيف؟ يعني ما وده أنه أنا أبادر فيه ولا أسويه منه. هذا سؤالي. صح. سؤالك معاملة الكفيف كما معاملة الناس الباقي. سمعت؟ معاملة الكفيف حاول انك تعامله معاملة اي شخص عادي. هو تحسس انك تساعده كشفقة، هذا التحسس الوحيد اللي تحسس منه الكفيف. بس عامله معاملة عادية جدا، معاملة عادية جدا، كأنك تشوف شخص قدامك مبصر. مثل ما قال حمد ان البصر مو بصر العين، بصر من القلب. الله. ايوه. وطبعا انا فهد ولد عمي فهد بن سالم بن وحيد. نعم. مالك زود. مالك زود. انا كلنا عايشين مع بعض في مكان في ديره واحده، وعارف كيف يتعامل مع عياله. من خير من ربى، الله يبيض وجه عند عياله وجهك وعياله، وعاشوا عياله طبيعيين. اللهم ما كانهم عميان ولا شيء. اللهم لك. طيب انا اعرف اللي قدمته انت وعلمت شابه. حكومتنا الرشيده كعادتها لها وقفه في مثل هذه الامور.
قيادة سيدي سلمان بن عبد العزيز وسيدي محمد بن سلمان. شو استفدتوا منه؟ ايش قدمت لكم المملكة العربية السعودية؟ اولا انا اشكر حكومتنا الرشيدة، اشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامين، صراحة ما قصروا، تكفلوا جميع ما يحتاجونه من تعليم او غيره من خدمات. اشكرهم جزيل الشكر، يعني لو اتكلم من الحين الى بكره ما اوفيهم حقهم بالكلام. كلامك صحيح، اللي جانا من حكومتنا الله يطول عمرها اشياء استفدت منها انا البنتي جواهر بعد، الدعم المادي من التاهيل الشامل، رفع شو اسمها، رفع قيمه الاشياء الحكوميه، التاشيرات، الاقامات، غيرها عنهم كامله. صحيح. فتحملتها الدوله كامله، افتحت الجمعيات، حطت يوم عالمي للكفيف اللي هو يوم العصا البيضاء. العصا البيضاء هي رمز الكفيف في العالم، لها يوم عالمي من العربية السعودية. طبقت نظام برايل في جميع الكتب، اغلب الكتب اللي يطلبونها المكفوفين. نزلت المصحف الكتروني للكفيف فقط. صحيح، هذا من بعض ما قدمت. تفضل سلطان. حماد، انا بس النقطه هذه بعلق عليها، اللي هو انه هل اي كفيف ولا فيه اشياء معينه في الكفيف هي اللي تخلي مثلا المبادرات الحكوميه هذه تقبله؟ وهل المبادرات الحكوميه اللي تقدم هل هي مثلا ماديه فقط، هل هي تعليميه، هل هي احتواء كامل عشان اي مشاهد عنده كفيف يكون مو كفيف بس، جميع دول الاعاقه، دول الاعاقه، اي احد عنده اعاقه التاهيل الشامل ما يقصر. طبعا توجهات دولتنا في وظائفهم. تفضل. تنشي لهم المكافآت، التأشيرات، تعطيهم التأشيرات مجاني، تعطيهم بطاقات المواقف المواقعين، توفر لهم بطاقات خصم. ما قصرت الحكومة، يعجز اللسان. المدارس المكفوفين، دمج المكفوفين مع الطلاب العاديين، هذا أفضل شيء سواه الحكومة. صح، كنفسية، لأن كنفسية الطالب يدرس مع مع المبصر. صح، بس يعزلونه وقت إذا صار الحصة فيها برايل، يعني يا لغتي أو رياضيات، يعزلونه الحالة عشان يستطيع باقي المواد مع الطلاب العادي. فالحمد لله، مو مثل ما قال حمادة، وقفة من حكومتنا ما هي غريبة. أي والله، ما هي غريبة حكومتنا تعدت هذه الأمور. صح، ضمنت عيشة، ضمنت عيشة. مثلاً الآن في التأمينات الاجتماعية، في التأمينات الاجتماعية توظف سعودي شخص عادي يعتبر موظف واحد. صح، على أثره يجيك مميزات. يا سلام. لما توظف أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة الكفيفة وغيره، يعتبر أربع موظفين. الله، لك ميزة، وهذه تشجع. وكلكم شفتوا في الدوائر الحكومية الكفيف كيف يسوي، دائماً يستلم الكنترول الكفيف، الاستقبال الكفيف، احتياجات مغطي جميع. يكفيك اكبر المناصب في المملكه اللي هي المفتي، مفتي. صح، المملكه من فئه المكفوفين. صح، دولتنا ما قصرت في هذا الوجه، الله يبيض وجيههم ويطول اعمارهم. ونورتنا يا اخوي فهد، مع اني زعلان والله عليك. نور نورك والله. قلت جاي من الحساء، خبز احمر، تمر خلاص. يكفي جيتك يا اخي، جايب لكم افضل من كذا واحلى بعد. وشو؟ مفاجأة تشوفونها إن شاء الله. في مفاجأة؟ إيه، جايب أنا. جيب، يعني مستحيل أجي يدي فاضية. والله اللي ما. كاتب. أجل جبها عاد فيها، جبها. طيب أبشر على خشم. روح. أبشر. عندكم. يا مرحب أبو هادي. لبيك. والله العظيم إنك تشكر على موضوعك. أنت حتى أضفت لي شيء يوم تقول إن الكفيف يحب إنك توصف له. أذكر حتى ابن باز يقولون كان يقول الشيء اللي ودي أشوفه في الحياة هذه كلها الناقة. نعم. الإبل، لأن الله عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يقول بس ودي بصري يجي على الناقة. فحنا نحمد الله على النعمة اللي إحنا فيها، ونحمد الله على الابتلاء أو الشيء اللي اختبرهم الله. نعم. فيه. كلامك صحيح، وأنا صراحة يقولون الكفيف اللي ما فيه عيون، يا من واحد كفيف وعيونه فيه، ونظره ستة على ستة، ونظره حديد، وإنه كفيف، كفيف قلب، كفيف قلب. والله اللي يشوف انها القلب ما هي بالعين اللي تشوف. اي والله، اشكرك والله العظيم اني اشكرك على هذه المبادره الجميله. سلام. جدا المبادره اللي تذكرنا بالنعمه اللي حنا فيها، الا وهي نعمه البصر. حنا في نعمه
يجهلها البعض أو ما يعرفها ولا يقدرها إلا اللي ما عنده مثل الكفيف، فلازم إن الواحد يشكر الله على النعمة اللي هو فيها. نعم الحمد لله. هذا الله يعافيك. لا لا عاد الليل ضاوي. وأنا تراني مستمتع وقاعد أسأل بعض الأسئلة اللي أحس إنه أنا والمشاهد ودنا نسمع. نعم نعم. ترى فهد تعامله مع عياله مثالي جدا، ما يعاملهم كالكفيف. وجه علمك طيب الله يطول عمره. اذا هذه اول مبادره هي ترى ما انتهت يا جماعه. اسمع لي ابو هادي طبعا في البدايه هذا في البدايه حماده هم يدرون اصلا ابغى اسوي مبادره. انتم تدرون والمشاهد يدري وابابا وهشام يدرون حماده مختلف. طبعا طيب حماده مختلف والله. تستاهل ابو هادي اللي توفر الهمه. الماركات هذه انه يا ابو هادي هذه بعلمكم بعلم ابو هادي. انت تكلمت عن امام انا بجديع يا ابو هادي الهمم كل شيء. الحين التاهيل الشامل شباب خلوا عبد الله يتكلم يا شباب. الصوت شباب الحين تكلمت عن المملكه والتاهيل الشامل بالذات توفر لهم سيارات انت ما ذكرته، هل صحيح ولا لا؟ انا بنتج انا مجرب مجرب. اذا تحتاج سياره معاق لا سمح الله كامل يجيب لك سياره بسواقها السلام على حساب الحكومه. نعم ومجهزه بالكرسي ذا اللي يطلع الله ويرجعك. ما تحس الدوله دولتنا قسما بايات الله انا من المستفيدين من التاهيل الشامل لبنتي والله العظيم. ما محتاجين شيء. الخادمه بتكاليفها عندك برواتبها جوازك جميع رسومك ما يدفع شيء حتى التاشيره. الدوله حاطه فوق راسها انت يا رب والله العظيم. قولوا لا اله قولوا امين امين. الله يطول في عمر حكامنا ويطول امين امين امين. في نقطه مهمه ذكرتها بس ما فصلت لنا، قلت انه الشخص من ذوي الهمم او الكفيف بالضبط انا ماني متاكد اذا تسجل في التامينات يجي عن 4 موظفين. نعم. فاللي انا ابيك تشرح بالضبط انه الحين عشان نحث حتى رجال الاعمال انهم يوظفون ذوي الهمم انه هو راح يستفيد بالتامينات 4 موظفين سعوديين. طيب بعلمك الان انت وظفت في عندك مؤسسه مثلا انت رجل اعمال عندك مؤسسه ايه تحسب لك سعوده صح بناء على السعوده ذي لك نسبه عدد عمال ولك دعم لك مادي لك دعم مادي من الدوله لك صح. اشياء واجد صح. فتوظف واحد من ذوي الاعاقه او ذوي الهمم يجيك دعم 4 يعتبر موظف لك 4 سعوديين. يا سلام فهمت. اضف الى هذا الحين في بعض الطرق وخاصه اشوفها في المطارات في الاماكن الجديده في الرياض وفي جده في مدن المملكه تلاحظون في الطريق مثل البروز في خط مثلا جنب المسار مثل البروز في نقاط ترى النقاط معناته يوقف. انا قد قريت او شفت اتوقع معناته يوقف. فهذه لغه للمكفوفين يمشي حتى بدون عصا يدري قدامه تقاطع قدامه طريق عندي اشاره في لفه تقاطعات. تدرون وش لازم منها كلها لازم منها تعامل مجتمعنا الجميل. الله مجتمعنا قسم بايات الله جميل في التعامل مع من المكفوفين والغير. دائما في كلكم واحد كل واحد منكم في مجتمعه واحد كفيف وتحصله خفيف دم صح. او رجل محترم جدا صح. ما تحصل كفيف منزوي مستحيل. المجتمع يمنعه المجتمع يطلعه معه. هذه ميزه في مجتمعنا مجتمع في الاسلام خير. مجتمع الاخاء. تفضل عبد الله. حمد انا اكتشفت حاجه. اول شيء القائك مره جميل وتقديمك ابهرني. والشيء اللي ابهرني اكثر واكثر انك ذويق بشكل ما يعلم به الله. يا بعد راسي يا والله بعد راسي. ذويق يعني هذه انا لا, لا انا لو على كيفي ما جبت لكم شيء. هذه من فريق دعمي الله يبيض وجهه الله يبيض يطول عمره واللي جنبه من بدر ذا الله يبيض وجهه ابو هادي ابو هادي وجه تو انا ما خلصنا باقي اسف. خلاص هذه بدايه ابغى شيء راح يصوت لك. نقلت لنا معلومات استرح استرح يعني ما هي مكلفه خفيفه سردت لنا بشكل جميل جدا. الله لا يهينك ويجمل حالك الله يطول عمرك ويسلمك وصدق انك مختلف. تفضل يا سعد. الله يبيض وجهك. ما انت ما شاء الله تبارك الله من شكليتها يعني قسم بالله فكره لهدايا اللي يعني ما قد جت في بالي. بيض الله وجهك وجهك الله يطول. شباب ولا انت ما بعد انتهت انتم حرجتوني الحين كنا في النهايه ما بقى اقوم اوزع في ذمه نشي بس رب لنا هدايا ابو هادي. لا بس لما تفكر في المكفوف انا اتذكر الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه
اتذكر الشيخ عبد العزيز ال الشيخ. وين تتكلم عن ايش؟ عن علماء، علماء منعهم النظر. حفظ الاحاديث والكتب والقران. نعم نعم. الجماعه في مسجدنا شايب والله العظيم، والله اني ما اذكر دخلت المسجد ولقيته غايب عن الجماعه وهو مكفوف. نعم. يجيبون بعثام بن يخير لكن اغلب وقتها بعصاه لين يدخل المسجد في الصف الاول ويصلي. شجي حمادة؟ ايه ليه؟ شجي علينا ليه شجعكم كلكم؟ تعال جيبها يا حمد سالم انا نواف شجعني انا اسحب على حماد لا لا شجعني انا بسام بيعلمني كيف العب هذا استرحوا يا شباب استرحوا يا ما شاء الله تبارك الله يا ما شاء الله تبارك الله استرح ما شاء الله ما شاء الله انت سمحوا لا 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 استنى يا ابو عبد الله ابو عبد الله هذه والله انت والله انت ارجعوا لي يا عيال ما ابغى كرسي انا ارجعوا والله انت ارجعوا ارجع 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 يا بسام ارجع ارجع برجع سروالي ثوبي لا يا حبيبي هذا الريالتي حمادة علمناهم مشاغبين وحقين ضحك هم الحين مسويين عاقلين سالم احس انه هو اللي مشاغب سالم هذا سالم بن فهد سبعة العام سالم وهذا محمد بن فهد بن سالم من فهد خليك مع كرسي ولد تبغى تقولهم؟ قوم لا لا تقومون لا تقومون لا تقومون لا حمود لا قول لا طيب ليش؟ تقوم تقوم محلك؟ لا تقوم عادي اجلس يلا كله سالم سالم اخبارك استرح 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 ايوه خل وجهك هنا اسحب اسحب على حماده لا تقدر اصفقك على وجهك انت وياه حياكم الله يا بسم الله عليك سالم اخبارك يا سالم طيب الحمد لله علومك تتابع البرنامج؟ ايه ها؟ ايه من تشجع البرنامج؟ حمادة هذا قبل من احسن واحد؟ حمادة انت حمود تشجعني؟ ايه وبعد من تشجعون غير حمادة؟ كل المستمرين انا مبدعين كلهم مبدعين كل المستمرين مبدعين علوم ما اعطيتنا علوم الحسن شو علوم الغويبة؟ طيبين امورهم زينة؟ طيبين كل شيء زين؟ ما فقدتوا حمادة؟ فقدتوني؟ والله فقدناه لا
أبوي بيبي بزين بدونك. شو تقول؟ أبوي بيبي بزين بدونك. أبوي بزين بدونك. إيه. جعلني ما بكيك، جعلني ما بكيك، مطول عماركم. تحبوني بيكم؟ إيه. وش يسوي لكم؟ يعطيكم كل شيء ولا يقصر عليكم؟ يعطينا فلوس. يعطيني فلوس كل يوم يقصر ما. يوديكم البقالة؟ إيه. جاي ربي يخليكم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. طيب. احنا بنعيش معهم الرياليتي بس في تحدي بيني وبينهم. ايه في صندوق هنا قبل التحدي. إيه؟ اسال سالم عن معلومه. في معلومه عند سالم في خاطره قبل يومين يقولها. وش هي؟ وش المعلومه اللي عندك سالم؟ عندك معلومه؟ ايه عطنا سمعنا. ترى العمى مو في العيون، العمى في القلب. والله انك صادق. لا والله انك صادق. طيب انا بتحداكم قبل التحدي بعد. في ابيات عنده خليه يقولها بعد. يلا والله غدا شاعر. يلا سالم عد. دام عزك يا وطنا اقبلت عين الحسود، علم اللي ما عرفنا كلنا جندار سعود. الله الله. ابدا التحدي ولا باقي؟ ابدا التحدي خلاص. طيب هنا تحدي لكم. انا اللي بقول. ها انا والله ما تفوز. والله لا فوز. شوف بطل يفوز. فيه صندوق بعطيكم اياه وفيها اشياء ابغيكم تعرفونها. اوكي زين. في جائزات عاده. اي كانكم فزتوا لكم جائزه. ايه وان كانكم ما فزتوا اكفخكم. لا. ها شوف سالم. شوف في الصندوق في اشياء. طيب انتم تطلعون الاشياء اللي في الصندوق. طيب اذا عرفتوا الاشياء هذه لكم جوائز، ما عرفتوها ما لكم جوائز. الجوائز بياخذها حماده. اوكي اوكي. لا لا سهل. حاضر. انا احسن واحد في التغليف. ايش تتكلم عنها انت؟ خبير انا. استنى هنا يا اخو سلطان. يا اخو كفايه حصان. احنا عاد ما جاء لنا وياك اللي احنا شاعر. يلا اعطونا طاوله يا شباب ولا بتكون رفيعه عليهم. لا لا يلا لا انا اللي بجيبها. استرح فهد استرح استرح. يلا يا سلوم دخل يدك دخل يدك بعد. طلع طلع طلع. وش ذا؟ هذا حق مهتو. الله يلا يا حمود دخل يدك. هذا بسكوت. طلع 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 طلع. طيب يلا يا سلوم. ترى ما يمسكها كامله على طول على طول من لمسها. قال موز هذه هذه موزة. نعم يلا يا حمود. المسبح. ايوه تلعبها. يلا يا سلم. هذا سيف. صح. بسم الله. يلا يا حمود. الظاهر بتروح الجوائز. هذا سكينة. سكينة. صح. يلا يا سلم اخر جولة. تفاح. صح. احلى. ها يلا حماده. رشاش. لا لا هذا هذا سكن. لا لا في جنب عربي خسر. يلا هذا ايش ذا اللي معك؟ وش رد رايد. رد رايد. الله عليكم. الله عليكم. الله يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله. يستاهلون جائزه. عطهم جائزه. فاز غصب. بعطيهم انا ما ابغى اعطيهم. لا يا حماده اذا ما اعطاك الحماده انا اعطيك. شجعوني غصبا. فهد خذ الاغراض منهم. جايزتين من كبدي من فريق دعمي. انكم ما تستاهلون. حماده خرج الاغراض. هذه الجوائزكم. عاد خذها يا ابوهم. خلاص يب يلا خلها عندي. يلا عشان تتسلفون مع الشباب تلعبون معهم. لا 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 سمي داري. هذه طبعا هدية ودرع لأخوي فهد. يستاهل. 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 أنا بخلص الرسالة عشان العيشة. ها بخلص الفقرات كلها. حماد ألفه قوي شيء غشل. يستاهل. فهد مثال يحتذى به. شو فيه الكيس؟ الله يطول عمرك ويرحم والديك. تفضل يا فهد. تستاهل يا ابو سالم. تستاهل يا فهد. تستاهل. طيب بالنسبه للشباب. الله يسلمك.
ايش لا انتوا هديتي والله انتوا الهدايا وانا اكبر هديه معكم فهذه كلها والله بوديها ما عايز ليش حماده فريق الدعم يا حماده فريق الدعم الجواهر ايش فريق الدعم من الجواهر ابي اقول الجواهر الجواهر حمد كلمة يا حمد تفضل فريق دعمك غني الله يسعدك انا جاي براند ديفيشو كارتيرو قرض قرض طيب ابو عبد الله استاذ سلطان تعال يا سلم محمود تعال شر انتوا اللي بتسلمون هاك يا سلم يلا انا شجعوني خلاص من بكره شجعوا سلطان خلاص لا حماده الله يبيض وجهك يجزيك دعم يسعد حمود يعطي واحده وسلم واحده يلا عطى حسن عطى قل قل يا ابو طويله يا ابو طويله تعال ابو طويله ابو طويله ايوه هاك عطى يا لب قلوبكم يا اخي ما تعرفوني انا هذا عبد الله الشهراني عطري عطري قل انني اتيت تعال أنا دعيت أيه؟ يا شيخ حسن حمود قل أبو شنب تعال أبو شنب تعال أبو شنب خافتك الله الله يسعدك بيض الله وجهك يا أبو هادي قل يا الأسد تعال الأسد أيوه سب حمود قل يا الهاك تعال يا الهاك تعال يا الهاكر يا الهاكر يا الهاكر يا حبي لكم سلوم قل يا القرورة تعال كيف قعد قل 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 يا نوار تعرف يا نوار الله يجزاك حمود والله تشجعوني حماده والله يستاهل شجعوني انا سياف سياف ما انت سياف تعال يا سياف ايوه شرب سعادتك الله يبيض وجهك يا ابو هادي ملك السيوم ايوه خلاص اعطاك اسم حلو ما شاء الله بارك قول يا خالد يبيض وجهك يا ابو هادي خالد الدوسري سلام قول يا ابو رحيم تعال ابو رحيم ابو رحيم ابو راس ابو راس ابو راس احلى واحد يقول لي ابو راس الله يطول عمرك يا حمودي احب عطني احب مشعل العنزي مشعل العنزي يلا والله ان الخاطر سم الله وجهكم ووجهك احسن من الله عدوك طول اعماركم حمود قل سعد من جده تعال سعد من جده تعال قول له قول هذا من جدة سلم قول هذا من جدة الله يجزاك ايوه لا انت بس دقيقة الحين بعد فيها والله العظيم والله دعمي والله دعمي شباب ما نبي ندعيكم مرة ثانية كل واحد يجي ياخذ هدية الهدايا هذه من محمد سالم لكم مخصوص يلا حمود مع الله يطول عمرك مع الباقي خلوه سالم هاك يا راجل سالم ليش تخلي محمد يفوز؟ اي ود ود الشباب عطره معي لبى قلبك عطره معي ها؟ عبد الله اخذ وزع الشباب خلاص خلوا ثلاثه بس انا بمدعك انا بقدم باقي واحد عاد بتقدم انا حماده ها؟ من اللي ما جاء؟ لا لا محفوظ حقهم ذا انت طيب اتمنى تقبلون هدايانا من فريق دعمي الله يبيض وجيههم تقبلونا معكم شكرا جمهوري تحسبونا خلاص انا كلنا جمهور تهو الناس يا ابوي مشينا 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 يا جماعه يلا 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 في عصيرات يرجعنا خلينا نروح العشاء القهوة موجود والحلا وبنفلها امشوا الحين عادي عادي ترى كلهم ذول اخوانك يلا يا شباب ليش شجعني يا رجال قول ابشر انا اللي قلت شجعك قول ابشر